هذه ليلة قمر الهاشميين يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. العباس، أتعرف ما معنى العباس؟ العباس في كتب اللغة، ارجع إلى أكبر موسوعة لغوية عندنا عند العرب، لسان العرب لابن منظور الأفريقي المصري. ربما الكثير منكم لم يسمع بهذا المعنى. كل كتب اللغة والبلاغة حين تشرح كلمة العباس كيف تشرحها؟ أنقل النص من كتاب لسان العرب لابن منظور: العباس هو الأسد الذي تفر منه الأسود. هذا معنى كلمة العباس في لغة العرب وفي كل قواميس اللغة. العباس هو الأسد الذي تفر وتهرب منه الأسد، وبه سمي الرجل عباسا كما يقول اللغويون. يعني ما يسمى به الرجال بهذه التسمية العباس واسم للأسد الذي تفر منه الأسود. السيد جعفر الحلي في الميمية المعروفة، وهي معلقة من معلقات الأدب الحسيني، التي أولها وجه الصباح علي ليل مظلم، إلى أن يصل يصور هذه الصورة عن أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه: ما راعهم، يعني ما أخافهم، ما راعهم إلا تقحم ضيغم غيران يعجم لفظه ويدمدم. ما راعهم يعني ما أخافهم، ما أصابهم من الخوف، من الوجل، من الرهبة. ما راعهم إلا تقحم. التقحم هو الدخول بقوة، التقحم هو الدخول بوثبة، بعنفوان. ما راعهم إلا تقحم ضيغم، والضيغم هو العباس. الضيغم هو اسم من أسامي الأسود. الأسود في لغة العرب لها أسماء كثيرة، من جملة أسماء الأسد هو الضيغم. ما راعهم إلا تقحم ضيغم غيران قد ملأت الغيرة جوانبه. غيران يعجم لفظه ويدمدم. يعجم لفظه، ليس هو الذي لفظه أعجميا، وإنما القوم من شدة رهبتهم، من شدة خوفهم، يرونه وكأنه يعجم باللفظ. أما يدمدم في كتب اللغة وكل البلغاء، يدمدم يعني يطبق عليهم. ولذلك في سورة الشمس: فدمدم عليهم ربك بذنبهم فسواها. دمدم يعني أطبق عليهم العذاب من كل جانب. ما راعهم إلا تقحم ضيغم غيران يعجم لفظه ويدمدم. أطبق عليهم بالعذاب. ولذلك في نفس القصيدة: وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم. يرفع العلم صاحب الراية، صاحب لواء الحسين: وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم، وله إلى الإقدام نزعة هارب. نقلت قراءتان عن السيد جعفر الحلي: وله إلى الإقدام نزعة هارب، وله إلى الإقدام سرعة هارب. فكأنما هو بالتقدم يسلم، وله إلى الإقدام النزعة، النزعة هي الرغبة، وله إلى الإقدام نزعة هارب، فكأنما هو بالتقدم يسلم، ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم، ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم. كلهم يعرفون الباري سلط ويا رمشة عين عنهم ما بطأ، ويا رمشة عين غطهم ما بطأ، حوم حوم وتلولح على سرب القطأ، فرت بجنحانها ذيك الرفوف. أبيات جميلة للحاج زاير، ربما بعض معانيها غير واضحة، حسشة قديمة، توفي قبل 100 سنة أو أكثر الحاج زاير من خدمة الحسين. أرواح يخطف يشبه الداحي الباب، وحرب أبو فاضل مثل يوم العذاب، من وصلهم هدد عبار الرقاب. الجيل الأوروبي ربما لا يعرف هذه المعاني. الشاعر هنا يصف صورة جميلة جدا، من وصلهم هدد عبار الرقاب، هؤلاء المزارعون حينما يريدون سقي أراضيهم يأخذون من الشط من النهر الكبير، يفتحون ترعة قناة، ثم يفتحون سواقي صغيرة من الترعة توصل الماء إلى حقولهم، فلئلا يندفع الماء غزيرا، لأن غزارة المياه تميت المزارع، لئلا يندفع الماء غزيرا وفيرا، يضعون سدود طينية على فوهات هذه السواقي، هي هذه التي يقول عنها أعبار الرقاب، يشبه الرقاب الأوردة والشرايين والأوداج، يشبهها بهذه السواقي والتي وضعت عليها هذه السدود. من وصلهم هدد عبار الرقاب، يعني أزال هذه السدود الصغيرة التي وضعت على فوهات وعلى رؤوس هذه السواقي. أرواح يخطف يشبه الداحي الباب، وحرب أبو فاضل مثل يوم العذاب، من وصلهم هدد عبار الرقاب، ولو اسكندر ما قدر للدم يروف، من يروف الدم وأبو فاضل فزع. عرف المواعظ لا تفيد بمعشر، عرف المواعظ لا تفيد بمعشر، صموا عن النبأ العظيم كما عموا، فانصاع يخطب بالجماجم والكلى، والسيف ينثر والمثقف ينظم. العباس صلوات الله وسلامه عليه كان سبب البهجة والأمن في خيام الحسين. العائلة الحسينية ما زالت تعرف أن العباس على قيد الحياة، هي مطمئنة، كان سبب البهجة والأنس والأمان للعائلة الحسينية أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه. وما أقول أنا وما يقول غيري، الحسين حين يخاطب العباس اركب بنفسي أنت، هذه العبارة هل يستطيع أحد أن يكتب عنها؟ هل يستطيع أحد أن يمسك بقلم ويكتب معنى هذه العبارة؟ الحسين هو محمد، الحسين هو محمد، ومحمد هو الحسين. حين يقول له اركب بنفسي أنت، يعني اركب بنفس محمد أنت، هذا معنى هذه العبارة. اركب بنفسي أنت يا أبا الفضل، يعني اركب بنفس محمد أنت يا أبا الفضل. فهل يجرؤ أحد ممن يعرف هذه المعاني أن يقول بأنه يستطيع أن يشرح مثل هذه العبارات، إن كان باللسان أو بالقلم؟ هل يستطيع أحد أن يبين هذه المعاني؟ منزلة أبي الفضل ليست لأنه قتل في كربلاء، حتى لو لم تكن كربلاء، منزلة أبي الفضل هي ما جرى في كربلاء. كان برنامج، كان مشروع، وهذا المشروع مادته رجال مثل أبي الفضل. هذا المشروع كانت له هذه الأهمية، لأن رأس مال هذا المشروع دماء كدماء أبي الفضل العباس. ليس منزلة أبي الفضل جاءت لأنه قتل في كربلاء، هذا اشتباه كبير. أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه ومن كانوا من أهل البيت من أنصار سيد الشهداء كانوا المادة الأولية لهذا المشروع، لهذا المشروع الإلهي العملاق. ولذلك منزلة أبي الفضل لا تحصر ولا تحدد بهذه الوقائع التي جرت في كربلاء، وإن كانت في غاية العظمة، وإن كانت في غاية الجلال. لكن هذه الكلمة الحسين قالها لأبي الفضل قبل أن تقع الواقعة، قال له اركب بنفسي أنت يا أبا الفضل، هذه نفس محمد. ألم تك تدري بأن روح محمد كقرآنه في سبطه متجسد؟ ألم تك تدري بأن روح محمد كقرآنه في سبطه متجسد؟ محمد متجسد بكل حقيقته في حسين، وحسين هو الذي يقول لقمر الهاشميين اركب بنفسي أنت. لكن هذه الكلمة متى قالها الحسين؟ هذه قالها في يوم تاسعاء، في يوم عاشوراء، لما أراد أبو الفضل أن يتوجه إلى المعركة قال كيف تخرج أخي أبا الفضل وأنت كبش كتيبتي وكنانتي وأنت حامل لوائي؟ تلاحظون الفارق بين الصورتين. الصورة في يوم تاسعاء، لأن الإمام كان عالماً بأن الحرب لن تقع في هذا اليوم، الإمام هو الذي خطط البرنامج. سيتضح هذا المعنى في يوم غد إن شاء الله تعالى، حين الحديث عن الهدف الأبعد لعاشوراء. الإمام هو الذي كان يرسم الواقعة، الإمام هو الذي كان يضع الأمور كما يريد وكما يشاء صلوات الله وسلامه عليه. سيتضح هذا المعنى من خلال التدبر في النصوص، ومن خلال التدبر في القرائن والأحوال والهيئات التي كان عليها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أبو الفضل لما قال له سيد الشهداء أخي أنت حامل لوائي وأنت عماد المعسكر والبيت، إلى أين خارج؟ قال أطلب لهؤلاء الصبية شيئا من ماء. أطفال الحسين منذ عدة أيام ما ذاقوا الماء. يوم تاسعاء كان الأطفال يدورون بين الخيام يبحثون عن قطرات ماء. أبو برير ابن خضير كان قد مر قريبا منهم فرأى أطفال الحسين يلتاعون من شدة العطش، وكانت الأيام حارة وفي الصحراء في الهجير. التفت إلى أصحابه قال: أصحابي، أطفال الحسين يعطشون يموتون من العطش، وفي أيدينا قوائم سيوفنا. انتدب مجموعة من أصحاب الحسين عليه السلام، والقصة معروفة تعرفونها، وذهبوا إلى المشرعة وجاءوا بقربة الماء، وكتب التاريخ كتب المقاتل تذكر، فأحاطوا بهم من كل مكان. برير قال: الرأي أن يحمل أحدنا القربة والبقية يدافعون حتى تصل القربة إلى الخيام. وفعلا أحد أصحاب الإمام أخذ القربة واتجه، رموه بالسهام، كان يحمل قربة ببدنه. في كتب المقاتل يقولون أحد السهام خيط القربة إلى رقبته وأخرج السهم وهو يحمد الله ويشكره على أن القربة سالمة. ووصلت القربة إلى معسكر الحسين، ووصل برير فوضع القربة في وسط الخيام ونادى: يا أطفال الحسين هلموا فهذا الماء. بنيات صغار، صبايا وصبية صغار، أقبلوا يتدافعون من شدة العطش، وقعوا على القربة فحل خيطها وأريق الماء، وما ذاق الأطفال قطرة من الماء. وهذا هو حال أطفال الحسين، من عطش إلى عطش، ولما طال بهم الوقت واشتد بهم العطش يوم عاشوراء وهم يجولون بين الخيام وعيونهم إلى أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. وخرج أبو الفضل والأطفال آمالهم مشدودة إلى قربة العباس، إلى قربة سقاء آل محمد، عيونهم مشدودة، آمالهم مشدودة، أطفال كل أمنيتهم أن ينالوا قدحا من ماء. فقد ألهب العطش أفئدتهم، أكبادهم، أفواههم، يلوكون بألسنتهم لأن أفواههم قد يبست من شدة العطش. وخرج العباس صلوات الله وسلامه عليه، والقصة معروفة أنتم تعرفونها. ووصل إلى المشرعة وأزاح 4000 يقودهم عمرو بن الحجاج الزبيدي عن المشرعة، فروا من بين يديه كما أشرت قبل قليل في وصف السيد جعفر الحلي في ميميته: ما راعهم إلا تقحم ضيغم غيران غيران يعجم لفظه ويدمدم. ووصل إلى المشرعة وتعرفون قصته، كيف أنه ما شرب الماء، التفت إلى جهة الخيام، التفت إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وملأ القربة وزم القربة وعاد باتجاه الخيام. وجاءته السهام كالمطر، والعباس صلوات الله وسلامه عليه كان يحمل قربة بكل بدنه، يريد أن يوصل القربة بقدر ما يتمكن. لكن أكثر المواقف حيرة على أبي الفضل العباس متى؟ بعد أن قطع يمينه وقطع يساره، ووقع السهم في عينه الكريمة، ووقع عمود الحديد على رأسه، وكل ذلك وهو هين عند أبي الفضل. الحيرة متى وقع فيها العباس؟ حينما وقعت السهام في القربة وأريق ماؤها، بقي متحيرا. فجاءته السهام كالمطر في كل جانب من جوانب بدنه. أحد الخطباء المعروفين في النجف يقول: رأيت أبا الفضل في عالم الرؤيا يقول لي: إنك لا تذكر مصيبتي. قلت: يا ابن أمير المؤمنين، لطالما ذكرت مصيبتك على المنبر. قال: لا، إنك لا تحدث الناس أن الفارس إذا أراد أن يسقط عن جواده فبأي شيء يتلقى الأرض؟ ألا يتلقى الأرض بيديه؟ حدثهم كيف تلقيت الأرض، فإني لا أملك يمينا ولا أملك شمالا. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. اللهم يا رب العباس بحق العباس، عجل في ظهور إمام زماننا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. اللهم أحينا محيا الحسين وآل الحسين، وأمتنا ممات الحسين وآل الحسين. اللهم لا تفرق بيننا وبين حسين وآل حسين طرفة عين أبدا، في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي مواقف يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا من خدمة الحسين بحق الحسين وآل الحسين. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.